الثانية معظم الجد دخلت وتكون جاهزة بإذن الله للانطلاقة. نتمنى التوفيق والسلامة لكل المشاركين. إذن بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، ينطلق الشوط الأول على المضمار الرملي للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ درجة السادسة لمسافة 1200 متر بمشاركة 12 راس في هذا الشوط، على ما يبدو لي كوبل في المقدمة أو زفاليا رقم 13 مع المدرب حمد اللجاني ملك السيد غانم ناصر القاضي والخال كارلوس هيرك. المركز الثاني تأتي المحاولات من خلال رقم 4 على ما يبدو لي كلبي مع المدرب رابع سيدي المالكي ملك السيد جاسم العطية والخيار توماس لوكاسيك. المركز الثالث محاولة من رقم 11 بروثو مع المدرب والمالك منصور المنصوري والخيال شاكر البلوشي. الجهة تتجه نحو المنعطف الأخير في هذا الشوط، لازلنا مع زفاليا وسلالة شلاع إلى المركز الأول والمركز الثاني كلبي، المركز الثالث رقم 11 بروثو، محاولات أيضا من رقم 5 في المركز الرابع مع برايد أوف يوكي المالك السيد عتيق المري. الجهة تحاول وتقدم مستوى هنا في هذا الشوط من خلال كلبي رقم 4 الآن، والتفوق على الجميع مع توماس لوكاسيك ملك السيد جاسم بن علي العطية والمدرب إبراهيم سعيد المالكي في صدارة الشوط الافتتاحي لهذا المساء. إذن نبارك للمدرب إبراهيم سعيد المالكي، نبارك للمالك. نتيجة الشوط الأول للخيل المهجنة الأصيلة حل في المركز الأول رقم 4 كيلبي المالك السيد جاسم بن علي العطية، المدرب إبراهيم السعيد المالكي والخيال توماس لوكاسك الفبروك المركز الأول. حل في المركز الثاني رقم 5 برايد أوف يوكي المالك السيد عتيق حمد عتيق المري، المدرب عبد العزيز حمد عتيق المري والخيال متعب علي السعاق المري. المركز الثالث رقم 13 زافاليا المالك السيد غانم ناصر القاضي، المدرب حمد جهني والخيال كارلوس هنريك. المركز الرابع رقم 10 العديد المالك السيد صالح سالم المري والمدرب علي السعاق المري الخيال راشد علي السعاق. المركز الخامس رقم 8 المركز الخامس رقم 8 ساخن المالك السيد فيصل بن علي بن محمد العطية، المدرب هادي الرمزاني والخيال ألبرتو سنا الفبروك. المراكز المتقدمة وحظ أوفر للذين لم يحالفهم الحظ.